برعاية الشيخ عبد الله بن عبد العزيز قحطان العمري مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، اختتم مركز عبد الرحمن آجور لتعليم القرآن الكريم وتدريس علومه مسابقة عبد الواحد آجور القرآنية في دورتها الخامسة، وذلك من خلال تكريم الطلبة المشاركين في دورة حفظ القرآن الكريم المكثفة. ما في شك بأن مثل هذه البرامج وهذه الأنشطة الروحانية القرآنية اللي تهتم فيها جمعية التربية الإسلامية في فرع مدينة حمد وطبعا بجهود حثيثة من عائلة أجور في تنظيم مثل البرامج والعناية بالأبناء والشباب لحفظ القرآن وتدريبهم وتعليمهم على مثل هذه الأمور، أعتقد هي من أهم الأمور في مجتمعنا البحريني من أجل الارتقاء بهذا المجتمع والتمسك بدينه وعاداته وتقاليده، وفي نفس الوقت بأن يكون هناك لنا مكانة أكبر على مجتمع الدولي، خاصة في المشاركات في المسابقات القرآنية سواء كانت الإقليمية أو الدولية. تأتي فكرة إقامة هذه المسابقة السنوية لتكريم الطلبة المجدين والمتفوقين وتكريم المعلمين لحث الطلبة على بذل المزيد من الجهد في حفظ القرآن الكريم، والمعلمين على مواصلة عملهم الدؤوب بالمركز من أجل غرس مبادئ ديننا الحنيف لدى النشء. رسالة مراكز التحفيظ رسالة كبيرة، لأنها تساهم في بناء شخصية المسلم وتعطيه بعض المبادئ وبعض الأخلاق والتي يلتزم بها في سلوكه في حياته، فهو مبدأ هذا النبتة ثم ينطلق إلى العلوم الثانية. المسابقة أقيمت خصيصا لطلاب مركز عبد الرحمن آجور في ثلاثة فروع، الفرع الأول على حفظ جزء عمة، والفرع الثاني على حفظ جزء تبارك، والفرع الثالث جزء الذاريات للكبار، مما أثمر عن تخريج حفظة لكتاب الله عز وجل وخريجين من شهادتي التلاوة وعلم التجويد. هذه المناسبة تمثل عرس قرآني، عرس قرآني بكل ما تعنيه الكلمة، وتشجيع الناشئة بالحضور أمر واجب. يعني أنا أهيب بكل إخواني سواء من الدعاة أو طلبة العلم أو المشايخ أن يتركوا المشاغل وراءهم ظهريا ويحضروا مثل هذه الأنشطة التي تبعث الهمة والأمل في نفوس الناشئة لسلوك هذا الخط وهذا السبيل. القرآن بركة ونور وهداية في خضم هذه المشاكل التي يعيشها الشباب اليوم، فمثل هؤلاء الذين سلكوا الطريق ينبغي الحقيقة أن يربط الإنسان على أكتافهم وأن يشجعهم على سلوك هذا السبيل والطريق. جامع ومركز عبد الرحمن آجور يحتوي على جميع الأنشطة التعليمية والدعوية لخدمة المصلين وطلبة العلم، وذلك من خلال مركز تعليم القرآن الكريم لتخريج أجيال من حفظة القرآن الكريم بشكل سنوي من مسابقة عبد الواحد آجور.